وكذلك حفظك الله، يقول: فالقوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين خاص بما يتعلق بالبيع والشراء، أم يدخل فيه من يفضل زوجة على أخرى أو يميز طلابا على آخرين؟ يدخل فيه كل الحقوق تدخل في هذا، تدخل في هذا. الزوج لا يطالب زوجته بحقوقه ويجحد حقوقها، يبخسها حقوقها، يؤدي الذي يأخذ الذي له ويؤدي الذي عليه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الرجال عليهن درجة. نعم.